جيب واحد السرعة تضربت مبقيتش عاقل على تلقيت راسي في السبيطار. ما شت انا لا كوستا ما شت شي حاجة ما شت شي حاجة يعني. انا تلقيت راسي في السبيطار ناعس مازال بالالم ديال تنغوتو مي تقولي غير شي ابرة ولا شي حاجة تقولي لي برد الحريق خرجوني. ضيعنا في رجلي هادي عام مستديمة جوج شريسات تيفية مقطعة كنت تنقول واقيلا راه غادي نزيد لقدام مازال ربي غادي يسهل مازال ربي غادي يسهل. تلقيت راسي تنهضر مع السيد تيقولي دير اللي يعجبك ما عنده لا بيرمي ما عنده لا سيرونس ما عنده حتى شي حاجه. خويا كنت في رمضان اخويا نهار 18 يوم في رمضان انا خدام على راسي خدام على والديا وعلى وليداتي حتى تنتفاجئ اخويا السيد ضربني بواحد السرعه جاب واحد السرعه تضربت مبقيتش عاقل على تلقيت راسي في السبيطار. مشيت للسبيطار اخويا لقيت راسي في السبيطار فقت لقيت راسي في السبيطار ما كاين حتى واحد حدايا. جاو عندي والديا مورا المغرب قالوا لهم جاو عندي والديا امي ومرتي شراو لي القبص داروا لي رجلي على ما يجي الطبيب العظم جا لقاو خصني يدير الحديد. السيد اللي داير مع القصيده جا عندي تا هو لاغت ليه نهار ديال الخميس لقى خصني الحديد قال لي انا اخويا نمشي نجمعك فلوس الحديد. جا عندي نهار ديال العمليه باش خصني ندير الحديد قال لي الحديد راني جايبها خصك دير لي التنازل. ما شت انا لا كوستا ما شت شي حاجه ما شت شي حاجه يعني. انا تلقيت راسي في السبيطار ناعس ما عرفتش ما فهمت والو ما عرف والو. تلقيت راسي في السبيطار شنو تا قال لي السيد راك انا درت معاك القصيده انا اللي دخلت فيه ما عرفتش ما فهمت ما عيت ما نتذكر ما تذكرت والو ما تيجيني افات زوين نتذكر هذاك حتى ما تنفهم والو ما فهمت راسي كاع. تلقيت راسي في السبيطار 3 ايام نهار درت العمليه نهار الاربعاء الخميس الجمعه درت العمليه السبت خرجوني نهار الرابع مازال بالالم ديال تنغوتو مي تقولي غير شي ابره ولا شي حاجه تقولي لي برد الحريق خرجوني قال لي راه تخرج صافي بقيت هكاك ما ضيعنا في رجلي هادي عام مستديمه جوج شريسات تيفيه مقطعه ما عنديش شي حركه تضرب تمشي للطبيب تيقول لك خلاص 61 فري باش نعطيوك شهاده نعطيوك الورقه الصفراء محمد سريع محمد الخامس طبيب ديال محمد الخامس صافي ما عندي حتى شي حل. انا خدام على ودي نصور 100 درهم تنجيب افريا 1200 للدار الموطر ديالك اللي هي 600 ليسانس 40 درهم د ليسانس 600 انا ما لقيت راسي والو ما عنديش وما فلوس الكرا تجمعات عليا الظروف كحالت عليا صافي كنت تنقول واقيلا راه غادي نزيد لقدام مازال ربي غادي يسهل مازال ربي غادي يسهل. تلقيت راسي تبدلت حياتي اللور غادي نصيفط مرتي تمشي بحالها لدارهم امي ما نعرف انا ما نعرف. تنهضر مع السيد تيقول لي دير اللي يعجبك ما عنده لا بيرمي ما عنده لا سيرونس ما عنده حتى شي حاجه لكن في الموطور خدام به ترومبورتو تخدم في الخضره تنقل عباد الله الخضره عادي جبت رامبوان طريق تدي وطريق تجيب كاين نص رامبوان جبت نص رامبوان شديت لي من ديالي دخلت في الرامبوان كاع دخلت كامل شديت لي من ديالي تتفاجئ ضربت واحد الضربه ما فهمتش اللي عنده موتور كبير نوع ايروان الطريق اللي بعدا اصليين هذاك الطريق وجا عروس راه 40 وبزاف عليك باش تمشي فيها راه تمشي بعثنان تمشي وكتوقف حيت كاين الحفاري قطع كاين القهاوي كاين حوانت كاين قزاله كاين كلشي ما يمكنلكش تمشي حتى ب 40 واقيله في هذاك الطريق هو جاي شاد شي 80 ضيع عليا الا تشوف ردو يا لا تشوف غادي تعرفوا شنو عندي شنو كاين الكرا التيتسال فيا ما شنو غادي نصرف على مرتي وعلى ولي على مهمتي ما عرفت شنو غادي ندير صافي كنت حمد الله اللهم لك الحمد هذاك القوت تنجيبو للدار هذاك المصروف منو كتخلص الكرا 1000 درهم ديال الكرا كتاكل وتشرب هذاك الشيء قسم الله كتجيبو معاك في يدك مره خضيره مره هذه ومن اللي قسم الله تلقيت راسي لا ديدي ولا حب ملوك كما تيقول لك واحد المثال تنطلب انا بالسلح موشي يوقف معايا الله يرحمكم الوالدين انا ضعت هذا الانسان هذا يدو عالية عليا يدو عالية عليا تيقول لي دير اللي بغيتي. اشترك الان في قناة اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.
أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.